حياكم الله مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج فلاش. نعدكم إن شاء الله بتقارير متنوعة إن شاء الله تحوز على رضاكم، ولكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا، بيت العثمان تم بناؤه في عام 1946 على يد المرحوم عبد الله العثمان، ويعرف باسم متحف بيت العثمان. يحتوي هذا المتحف على 3 أجزاء. يحتوي الجزء الأول على أغراض وأنتيكات ومجموعة من العدد والأدوات القديمة اللي تمثل تاريخ دولة الكويت في فترة الثلاثينيات والأربعينات من القرن الماضي. ثم الجزء الثاني هو متحف الإذاعة والتلفزيون والدراما، ويضم ملابس الفنانين والأعمال الدرامية الكويتية اللي قاموا بها، إلى جانب المتحف الثالث وهو عبارة عن صالة كبيرة لإحياء الاحتفاليات بالأغاني التراثية وأغاني البحر القديمة. ويمثل متحف بيت العثمان واجهة ثقافية وحضارية تجسد قيمة أساسية للتراث والهوية الثقافية للشعب الكويتي، لما يضمه من مقتنيات تعكس تاريخ وتراث الآباء والأجداد. يشتهر متحف بيت العثمان بأن من أهم المنازل القديمة، وهو عبارة عن عدة بيوت متجاورة ذات الطراز الكويتي القديم، وتبلغ مساحتها حوالي 9454 متر مربع تقريبا، مما يجعله من أهم المعالم التراثية في دولة الكويت. أما الساحة الخارجية للمتحف فتم وضع مجموعة من السيارات التاريخية اللي تذكرنا بالماضي الجميل، بالإضافة إلى سيارات الشرطة والمركبات والطائرات الحربية ومعدات تنقيب النفط وغيرها. مشاهدينا، رح نتكلم اليوم عن حبابة القلوب، الفنانة القديرة الراحلة مريم الغضباني، وهي واحدة من ألمع الفنانات في سماء الفن الكويتي، ومن الجيل المؤسس للحركة المسرحية في الكويت في بداية الستينات. تعتبر مريم الغضبان أحد الأعضاء المؤسسين في جمعية الفنانين الكويتية. انضمت إلى فرقة مسرح الخليج العربي في 1967، وتعد مريم الغضبان واحدة من المؤسسين لفرقة المسرح العربي أيضا. كانت بدايتها الفنية عام 1960، وذلك من خلال مسرحية صقر قريش من تأليف محمود تيمور وإخراج زكي طليمات. وفي عام 1964 حصلت على دورة مسارح في القاهرة. قدمت مع مسرح الخليج العربي أعمال عدة مثل بخور أم جاسم، ومسرحية رجال وبنات، وللصبر حدود، وعزل السوق، والعديد من الأعمال الأخرى. وتعد مريم الغضبان أيضاً من مؤسسي فرقة المسرح الشعبي، وقد اشتركت في تمثيل الكثير من المسرحيات، منها سكان مرتة والجنون فنون وغلط يا ناس ومسرحية ضعنا بالطوشة. وأيضاً قدمت مع المسرح الكويتي صاحي واربعين نايمين وأبو سند في باريس، كما شاركت الغضبان في مسرحية علي جناح التبريزي التي مثلت الحركة المسرحية الكويتية في مهرجان أيام دمشق المسرحية العام 1975، وقامت بجولة بعد ذلك في العام 1976 في تونس والمغرب والقاهرة. وبعد التحرير شاركت في 3 مسرحيات من إخراج الفنان عبد العزيز المسلم، هي عاصفة الصحراء، وعبيت في التجنيد، وخمسة وخميسة، كما شاركت في عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية والإذاعية. ومن خلال هذه المسيرة الحافلة كان ولا بد أن تحصل الفنانة القديرة مريم الغضبان على ما تستحقه من التكريم، فحصلت على عدد من الجوائز وشهادات التقدير، منها وسام من وزارة الإعلام بمناسبة مشاركتها في أعمال شهر رمضان ويوم الفنان من المسرح العربي بمناسبة مرور 10 سنوات على برنامج حبابة الإذاعي. الفنانة الراحلة مريم الغضبان تاريخ كبير، فهي أول فتاة صعدت على خشبة المسرح، ومن المؤسسين للحركة المسرحية الخليجية والكويتية. ستظل الحركة المسرحية في الكويت مدينة للفنانة القديرة مريم الغضبان مع المؤسسين الأوائل للنهضة المسرحية، وستظل مسيرتها الكبيرة في العطاء درساً ونبراساً للأجيال المسرحية الشابة.
وستظل الأسرة في الكويت تتذكر الفنانة القديرة في شهر رمضان من كل عام، حيث أسعدت الأسرة صغارها وكبارها في برنامجها الشهير حبابة. مشاهدينا، راح أخذكم معاي لجولة نرى من خلالها تمثال الحرية، واسم الكامل الحرية تنير العالم. هو عمل فني نحتي قامت فرنسا بإهدائه إلى الولايات المتحدة الأمريكية في 28 أكتوبر عام 1886 كهدية تذكارية بهدف توثيق الصداقة بين البلدين بمناسبة الذكرى المئوية للثورة الأمريكية. يستقر التمثال على جزيرة الحرية الواقعة في خليج نيويورك، حيث يبعد مسافة 600 متر عن مدينة جيرسي بولاية نيوجيرسي وحوالي 3 كيلومتر إلى الجنوب الغربي من مانهاتن، بمساحة إجمالية تقدر ب 49 ألف متر مربع. الاسم الرسمي لهذا التمثال هو Liberty Enlightening the World، وهو يمثل الديمقراطية ويرمز إلى سيدة تحررت من قيود الاستبداد التي ألقيت عند إحدى قدميها، وتمسك هذه السيدة في يدها اليمنى مشعلاً يرمز إلى الحرية، بينما تحمل في يدها اليسرى كتاباً نقش عليه بأحرف رومانية جملة 4 يوليو 1776، وهو تاريخ إعلان الاستقلال الأمريكي. أما على رأسها فهي ترتدي تاجاً مكوناً من 7 أسنة تمثل أشعة ترمز إلى البحار السبع أو القارات السبع الموجودة في العالم، وقد تم بناؤه في عام 1812 كجزء من حصن وود، والذي استخدم للدفاع عن مدينة نيويورك أثناء الحرب الأهلية الأمريكية. ولأجل بناء التمثال بدأت حملة ضخمة لإيجاد التمويل اللازم لمثل هذا المشروع الضخم، ففي فرنسا كانت الضرائب ووسائل الترفيه اللي يستخدمها المواطنين وكذلك اليانصيب هي الوسائل التي استطاعت من خلالها فرنسا توفير حوالي 2 مليون فرنك لتمويل التصميم والشحن إلى الولايات المتحدة. أما على الضفة الأخرى من المحيط الأطلسي، كانت المعارض الفنية والمسرحية وسيلة الأمريكيين لتوفير الأموال لبناء قاعدة التمثال، وكان يقود هذه الحملة السيناتور وعمدة نيويورك ويليام إفارتز وجوزيف بوليتزير صاحب بوليتزير برايز. ثم لاحقاً تم اختيار موقع المشروع على جزيرة الحرية التي كانت تعرف حينها باسم جزيرة بيدلو. وفي 28 أكتوبر 1886، أي بعد انتهاء اكتمال بناء قاعدة التمثال 6 أشهر، قام الرئيس الأمريكي غروفر كليفلاند بافتتاح التمثال في احتفال كبير، وقد ألقى فيه السيناتور وعمدة نيويورك الذي قاد حملة التبرعات كلمة بهذه المناسبة. وفي 15 أكتوبر 1924 تم إعلان التمثال والجزيرة كأثر قومي، وتقوم بإدارتها إدارة الحدائق الوطنية. وفي عام 1984 فقد انضم التمثال إلى قائمة مواقع التراث العالمي التي تقوم بتصنيفها اليونسكو. وفي الختام مشاهدينا، أتمنى أن حلقتنا حازت على إعجابكم، وإن شاء الله نلقاكم في الحلقات القادمة وتقارير منوعة أخرى. إلى اللقاء.